بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة مالتنا هاليوم sinuses، الجيوب الأنفية. الجيوب الأنفية are cavity in the skull full with air، هي تجاويف تحتوينا على الهواء، على الهواء. إذا لازم يكون اللون مالتها من يطلع لنا بالإكس راي يطلع لنا لون أسود. with its infilament tumor or abscess، إذا ممكن أن يصير بها التهاب أو يصير بها خراج، abscess جراحة. إذا لازم من يصير بها خراج أو يصير بها التهاب راح يتغير اللون مالتها اللي هو الموجود الهواء، اللون الأسود راح يصير على لون أبيض. even allergy ممكن أن يكون حساسية، it will become radiopaque اللي راح تظهر لنا المادة مثل ما قلنا تصير مادة معتمة للأشعة، يعني لونها أبيض. هسه الأنواع مالتها type of the sinus، sinuses الأنواع مالتها هي frontal sinus الجبهي، ethmoid sinus الغربالي، ماكزيلا ساينس هي الماكزيلا، السفينوي ساينس الخفاشي. The request right main position، هسا الطبيب من يكتب لنا بالأشعة شو يكتب لنا؟ المين بوزيشن الوضعية الرئيسية. ممكن أن يكتب لنا waters معناتها ساينس، وممكن يكتب لنا occipitomental معناتها sinus، وممكن يكتب لنا OM sinus، وبارانيزال sinus sinus، وBNS هيديك sinus، والsinus هي sinus. إذن هي وضعية وحدة ولكن أسماء متعددة إلها. الأديشن ممكن نأخذ وضعيات الإضافية اللي هي ممكن أن تكون اللاترال، ممكن أن نأخذ كولد وول اللي هي أوكسيبتو فرونتال بوزيشن اللي تكون هذه مين بوزيشن وضعية أساسية للفرونتال ساينس، وممكن أن نأخذ سابمينتو فيرتكس اللي تكون وضعية إضافية للسفينويد ساينس. هسا أول شيء هو الساينس العادي، الوضعية مالته هي أوكسيبيتو منتال، يعني تدخل الأشعة من الأوكسيبيتو وتروح إلى المنتال بوزيشن. always taking erect، نأخذها يجب أن نأخذها erect لأنه ممكن أن يكون بها fluid، من يكون بها fluid يكون بها سائل، فبالerect يأخذ لنا مستوى السائل. نستعملها بالبكي، التكنيك مالتها لازم يكون عالي لأنه الثيكنس مالتها عالي. بالنسبة لهذه الساينسز إذا سويناها open the mouth، open the mouth إذا فتح حلق البيشنت راح يظهر لي، راح تظهر عندي السفينويد ساينس. هنا أنا قاعد أقول the surface of the facial from 45 degrees with the film the chin touch، اذا الزاويه الموجوده بين السيرفيس فيشال الوجه مالتنا السطح مال الوجه يكون 45 درجه ويا الفيلم، او مثل ما موجوده عندنا هسه بالصوره الشعاعيه الزاويه بين الكانفاس يعني الاوتر مالت الاوربت الحافه الخارجية للعين ويا الاكستيرن ادترميتس ويا الثقب مالت الاذان ويا السيمفيسز ميتال بوينت ويا النقطة مالت التمفصل مالت الفك، لازم تسوي لنا 45 درجة لو هاي لو هاي. السنتر مالتي ما دام انا قاعد اصور ساينسز، السنتر مالتي عند الاوكسيبيتال او البريتوبرينس، هذه الصعد شوي من الصاير اللي فوق، إذا يكون فوقها
above the occipital pretuberance. ما دام أنا قاعد دا أصور على الواقف، إذا التيوب مالتي راح يصير horizontally perpendicular on the center. كلمة center هي above the occipital pretuberance. من ناخذ أي صورة مال الأشعة don't moving during exposure. من يريد ياخذ أشعة يقول له لا تتحرك أثناء الإكسبوجر. هسه المعيارية للفحص الجيوب الأنفية شنو هي المعيارية مالتها؟ أولا both orbit are symmetrical. إذا كان الكبر مالت المحجر مال العين اليمنى قد المحجر مال العين اليسرى بالصورة الشعاعية، إذا الصورة مالتي مضبوطة ما بيها أي ميلان. The head moon shape، لازم يكون الرأس الشكل مالته بالصورة الشعاعية مالت السينسز يكون مدور مثل القمر، مدور مثل القمر. من أباوع هسه أريد أعرف هذه السينس، يقول له superior vitreous ridge. إذا superior vitreous ridge below maxilla sinus. إذا vitreous ridge الحافة مالت البيتريوس تكون أسفل المجزلة، أسفل المجزلة. السفينويد ساينسز إذا كنا بهذه الوضعية هي اللي قلنا عليها أوكسيبيتو مينتال. إذا كنت أريد أشوف السفينويد ساينسز لازم يقول للبيشنت open the mouth. وبالنسبة للوضعيات مالت الساينس، وضعية الساينس إذا زيدت الكي في يطلع لي البون، وإذا قللت طبعا الكي في and MAS إذا زيدته يطلع عندي البون العظام مالت الوجه، وإذا قللته يطلع لي السوفت تيشيو مال الوجه الأنسجة الرخوة للوجه. إذا الوضعية مالتي أوكسيبيتو مينتال، إذا هذا هو المينتال أوكسيبيتو مينتال. ومثل ما قلنا أما تقول سيرفيس بالنسبة للفيشل هذه ويا الفيلم هذه الزاوية تكون 45 درجة، أو الكانفاس هذه الزاوية مالت العين ويا الاكسترنال أدتري ميتاس ويا السينفيسز ميتال بوينت تكون 45 درجة. إذا هذه خلصنا بالنسبة للبوزيشن. سنتر مالتي البريتيوبرنس هنا أنا موجود هو فوق البري بروتيبرنس، فوق البروتيبرنس، فوق البروتيبرنس. هسه خلصت عندي البوزيشن. هسه التيوب راح يكون هوريزونتالي بيربنديكولار اون ذا سنتر، على السنتر للبروتيبرنس. اذا هذه الصوره مالت الاشعه مالتنا اللي طلعت بيها الشكل مالتها. هسه اريد اشوف المعياريه مالتها. اول شيء راح اباوع هذا الاوربت تقريبا قد هذا الاوربت، اذا ما بيها، اذا تكون الصوره مالتي سيمتريكال وذ اوت روتيشن، ما بيها اي ميلان. راح اباوع هذا اسمه نيزال سبتم، نيزال سبتم. اذا نيزال سبتم اذا طلع عندي شيء هيا تشوف اسمه نيزال سبتم بون. اذا من اقول لك اريد نيزال سبتم تصور لي ساينس، هذا يصير عندنا الانحراف خاصه بالنسبه للبنات يسوون انحراف اللي يكون عندهن الخشم مالتهن شويونه بانعواء مع الحناء. الساينسز احنا مثل ما اتفقنا هي اكو عندنا فرونتال ساينس، وعندنا ماكزيلا ساينس، وعندنا اثموي ساينس. الاثموي يطلع لنا هنا بالانف، والسفينوي ساينس الا اوبن ذا ماوث الا يكون فاتح الحلق. شوفوا هنا أنا مثل ما قلنا ال يكون بيها هو كافيتي وموجود بيها اير، اذا بيها هواء، لو بوعنا لونه اسود هنا الهواء تغير، هنا اكو موجود هواء، اذا هذا اللي قلنا عليها انفليميشن او يكون موجود بيها ابسس. ابسس اذا هذه هي الوضعيه مالتنا without روتيشن مثل ما قلنا. راح نباوع هسه قاعدين ندور على البتريوس. البتريوس يقول لك يصير هذه المجزله يصير جواها البتريوس. اذا انتبه هاي ترى جزء من البتريوس، هذا جزء من البتريوس، ترى هذا مو فلويد، هذا مو فلويد حتى نقول عليه، يعني الراس هذا لازم شوي نرفع بعد ازيد، رفع رفع بعد ازيد. من ازيد بالتكنيك مالتي تطلع لي البون، من اقلل بالتكنيك يطلع لي سوفت تيشو، سوفت تيشو. هسه الوضعية الثانية أو الوضعية الإضافية للساينسز، هذه الوضعية إضافية هي اللاترال.
اللاترال ينطينا الديب، العمق مالت الساينسز. العمق مالت الساينسز is usually taking to seen the extension deep of lesion. إذن العمق مالت الحالة المرضية in the sinuses. All the sinuses overlapping. بوضعية اللاترال راح يظهر لي الجيوب الأنفية واحدة فوق الثانية، لأن هي عندي باليمين وعندي باليسرى، بالجانب راح يظهرن فوق واحدة فوق الثانية. البوزيشن مالتها يقول هذا سكول برون، من وضعية البرون راح نميل الرأس إلى الليفت أو الرايت، after then turn toward the side. إذا نسى الجهة اللي نريدها بينج examination، إذا كانت هي راح تكون هي الملامسة، نستعمل البكي البيس لاين. البيس لاين لازم يكون نطيها من خط اللي هو راح يكون عند البيس لاين، يكون بارل السنتر مالتي اميت بوينت ان ذا بيس لاين. اذا في نصف نفس كانه نفس تصوير اللاترال مالتي السكال بالنسبه للسنتر. التيوب مالتي بيربنديكولار اون ذا سنتر، دونت موفينج ديورينج اكسبوجر. اذا الوضعيه مالتي جانبيه، الجهه المراد فحصها هي تكون الملامسه، السنتر يكون أميت بوينت نقطة وسط بالبيس لاين. إذا انتبه، شوفوا هذه الصورة مالته، شوفوا هذه السيرفايكال، السيرفايكال ونص الرأس اللي ورا كله ما يريده، الفوق ما يريده، طلع بس الجيوب الأنفية لأن هو قاعد يصور ساينس. اللي راح نباوعه هو الفرونتال ساينس، واللي راح يصير عندي الإيثموي ساينس، واللي راح يكون عندي المجزيلا ساينس، واللي راح يطلع لي السفينوي ساينس. لكن هذه الصورة مات الاسفينوي ساينسز هذه تكون overlapping، هذه تكون واحدة فوق الثانية، واحدة فوق الثانية. هسه خلصنا على الوضعية الثانية، هي اللي قلنا عليها الوضعية هسه ننتقل على الوضعية اللي اسمها الكولد وول. الكولد وول هي وضعية خاصة للفرونتال ساينس. إذا من أقول لك أريد فرونتال ساينس، هذه الوضعية بالضبط هي اللي تكتب لي إياها. من أقول فرونتال ساينس هي تطلع بالصورة الأولى، بس أنا ليش لعد ليش قلت لك أريد فرونتال ساينس؟ يعني أريد وضعية الكولد وول. كولد وول، إذا الوضعية مالتي هنا أوكسيبيتو فرونتال. إذا أول شيء البوزيشن مالتي كان اوكسيبيتو فرونتال. البيس لاين راح يكون دايركت اون ذا تيبل ان بيكي تري على التشيست ستاند. اذا البوزيشن مالتي اوكسيبيتو فرونتال، وضعيه بوستيرير انتيرير، والبيس لاين يكون عمودي على المنضده ونستعمل بالبيكي وقوفا. هسه السنتر مالتي راح يكون above occipital protuberance، نفس الوضعية هذه، بس هنا راح يكون عندي الوضعية مالتي above occipital protuberance. التيوب مالتي راح ننتبه، من أقول cold wall التيوب مالتي راح يكون horizontally perpendicular with angulation مع ميلان. إذن أقدر أقول، أقدر أقولها غير شيء، angulation 15 degrees cowedly horizontally perpendicular on the center. وبعدين اقول don't moving during exposure. من اريد اصور ان الفرونتال ساينس، هسه قاعد يقول الكريتيريا المعياريه لهذا الفحص avoid completely frontal sinuses. احنا مثل ما اتفقنا هذيك المره قلنا avoid هذه استعملها هوايه اطباء الاشعه، اللي هو يعني عندي ظاهر completely كامل لفرونتال ساينس. لفرونتال ساينس، اذا الفرونتال ساينس هي الوضعيه اوكسيبيتو فرونتال. شوف الفرونتال هو راح يكون الملامس والنيزال بون يكون ملامس، هذه وحده. ما دام هيك عندي الوضعيه راح يصير عندي البيس لاين. البيس لاين هذا البيس لاين اللي بين اكسترنال ادترميتاس والكانثاس تكون بيربنديكولار اون ذا تيبل، قاعد يصور على التشيست ستاند. السنتر مالتي هذه البروتيوبرنس فوقها، فوق البروتيوبرنس، فوق البروتيوبرنس. التيوب مالتي راح يكون جد 15 degrees
toward the foot إلى الأسفل إلى الأسفل toward the foot. هسه راح نباوع هنا البيشنت هذا هي هذا البيشنت واقف. شوفوا الأبر بوردر مالت الفيلم مالتي راح انتبه شوفوا شقد خاله وشلون هنا لأن هو قاعد يستعمل حجم 17 فهو مرتاح بالفحص مالته. هنا وقف البيشنت قلنا الوضعية اوكسيبيتو فرونتال اوكسيبيتو فرونتال اللي قلنا البيس لاين يكون دايركت اون ذا تيبل التيوب مالتي او السنتر مالتي راح يكون اباف هذا البروتيوبرنس فوقها فوق البروتيوبرنس والتيوب مالتي راح يكون 15 ديجريز داون وورد اون ذا سنتر اون ذا سنتر. راح ننتبه هذه الفرونتال ساينسز ما دام طلع عندي هيك اللون مالتها بالنسبه للتباين الموجود بين هذه همين وشوف هنا هنا السواد اكثر هنا السواد اكثر بس هذه الوضعيه مو مالت اي شيء بس مالت الفرونتال. اذا راح اقول هنا اكو موجود انفكشن انفكشن معناتها اكو موجود عندي التهاب لان انطاني اللون مالت الهواء مو لون اسود داكن مو لون اسود داكن. ننتقل على الوضعية الأخيرة اللي ممكن أن نكون بالنسبة للساينس اللي هي base of the skull base of the skull. زين شو تفيدنا هذه base of the skull؟ هي أخذناها وضعية للرأس يقول للبوزيشن مالتنا base of the skull نسميها submental vertex نفس الكلام. ناخذها هنا erect بيكي erect البيسلاين مالتي يكون parallel on the chest stand أو on the table. السنتر مالتي نفس السنتر هو a meet point between both angle of the mandible. التيوب مالتي ما دام أنا قاعد أصور erect راح يصير horizontally perpendicular on the center. هو أفقي وقبل direct on the center. Don't moving during exposure. ده يقول لك بالنسبة للبيست أحسن صورة of the skull. هنا العفو بيس اوف ذا سكال بالنسبة إذا قاعد أصور بيها إيش راح يطلع لي هنا أنا أفضل شيء الكريتيريا المعيارية مالت الصورة مالتي بيست بوزيشن فور بوزيشن بيست بوزيشن فور بوستيريوري إذا راح يظهر لي الشغلات الخلفية هي الإيثمويد إير سيل والسفينوي ساينسز. فاحنا هنا اخذناها للسفينوي ساينسز يعني هسه من اقول لك اريد اديشن صوره اضافيه اديشن بيكتشر بالنسبه للسفينوي ساينسز بعدين اخلي لك بين قوسين with بدون او without overlapping بحيث تكون مو واحده فوق الثانيه راح تصور لي اللي sinuses مالت base of the skull base of the skull. اذا هذه هي الوضعيه سنحكي اول شيء على الوضعيه وبعدين نشوف الصوره. الوضعيه مالتي هي base of the skull اللي قلنا عليها اذا occipital العفو submental vertex submental vertex والبيس لاين راح يكون parallel يكون موازي للمنضده والتيوب مالتي a meet point between both angle of the mandible والتيوب مالتي راح يكون هذا يكون شيء ما دام نايم يصير direct on the center. هذه وحده. هنا البيشنت اذا ما قدر ينام شوف سواء بالتيوب اللي هذه ما اريدها او ما اطلبها من عندك لانه هاي شوي شغله بيها شغل اللي هي شوف هنا سوى ميلان وشوف سوى حتى بالمنضده ميلان حتى يجيبها مضبوطه. من انا قاعد اصور هذه الشريد اني اريد بس السفينوي ساينسز راح اباوعها نفس البيس اوف ذا سكال. شوفوا هنا نقدر يحجز بالعضو قدر يحجز فطلع لي السفينوي ساينس وطلع لي قدامها الايثموي ساينس السفينوي ساينس والايثموي ساينس طلع لي اياهن واضحات. هسه اذا خلصنا من هذه الشغلات الساينس هسه راح ننتقل على الفيشال بون. شنو يعني الفيشال بون؟ اذا عندنا العظام مالت الوجه او السوفت تيشيو مال الوجه هسه اذا قلت لك اريد صوره شعاعيه تطلع بيها الفيشال بون
رأسا تقول لي الساينس. الساينس ساينسز اطلع الفيشال بون. اذا قلنا اريد البون فش راح اسوي؟ راح ازيد بالتكنيك. واذا قلت لك اريد سوفت فيشيو لازم تخلي لي ملاحظه بالاخير اقلل بالتكنيك. هسه هنا أنا يقول له اكستراي بالنسبه للفيشل للوجه ناخذ له عده صور شعاعيه نسميها اكستراي فيشل تيكينج مالتيبل فيلم، ناخذ افلام متعدده ان ذا فولوينج بالتتابع. زين، شين هي الافلام المتعدده ناخذها للفيشال بون؟ اولا لازم اكتب اوكسيبيتومنتال بوزيشن، لانه انا من اقول لك اريد الفيشال بون، اذا كتبت لي هاي الجوانيات فيرست بيكتشر شول بي تيكينج تيوب بيربنديكولار، زين على منو؟ على يا وضعيه سكند بيكتشر شول بي تيكينج تيوب 10 درجات كاودلي، على منو؟ اذا لازم اول شيء تكتب لي البوزيشن اللي راح تشتغل عليه، وبعدين الشغل اللي راح تشتغل عليه اللي هو راح يكون عند البوزيشن اوكسيبيتومنتال بوزيشن. اذا نفس الوضعيه مالت الساينس اوكسيبيتومنتال بوزيشن، لكن هسه راح يبدي يعدد لي الصور راح ياخذها. اول صوره اذا خليت التيوب مالتي عمودي اللي هو راح يكون عمودي على من هو؟ على الابوف البروتيوبرنس، بس انا ما كاتبها، انا همين اريد هاي الشغله هيك خفيفه او قليله، اللي هي first picture shall be taking to perpendicular. زين هاي اول صوره. الصوره الثانيه نفس الصوره بس اميل بالتيوب 10 درجات، راح تصير second picture shall be taking تيوب 10 درجات، ولازم اكتب الميلان وين، لي جوا لو لي فوق، لازم كاودلي الى الاسفل، او قلنا toward the foot او down، او بس الاشاره مالت السهم اللي ينزل لي جوا. third picture، اذا الصوره الثالثه يقول لك الميلان يكون 25 ديجري الى الاسفل، الثالثه 25 ديجري، الرابعة يقول لك الرابعة 35 ديجري. إذا هسه لو باوعنا أنا راح أحاول إني أسوف الطريقة أحفظ بها هذه الأرقام، اللي هي شو تقول؟ شلون أحفظ هذه الأرقام؟ ده يقول له أول شيء إيش راح تكتب؟ راح أقول له أكتب الصفر اللي هي بيربن ديكولر. أول صورة هي البيربن ديكولر العمودي على المنضدة. أول وحدة العمودي على المنضدة راح تكون صفر. الوحدة الثانية الصفر راح أخلي واحد من جهة اليمنى، فراح يصير 10. فأول شيء صفر، ثاني واحد 10 والميلان إلى الأسفل، ثالث صورة الواحد أسويه 2 وأخلي قدامه 5، فصار عندي 10 و25، صار عندي 0 و10 و25. الرابع راح أخلي كلمة 3 وأخلي قدامها 5، فصارت عندي 0 10 25 35، والصفر مع النبي راح يكون هو بيربنديكولر horizontally perpendicular in the center، لكن الباقيات راح تكون الميلان مالتهن إلى الأسفل. ممكن أن أضيف وياها إذا كنت أريد أضيف اللاترال هو نفسه اللاترال مالتي السكال، اللي ولو هنا السوالي باللاترال مالتي هنا بالنسبة لهذا السنتر مالته سنتر لي على الزايغوميتك، وأنا بالنسبة لي أفضل السنتر على الزايغوميتك هسا the position head through lateral بالنسبة للسايد بينج زايمينيشن بيك تري، البيس لاين راح يكون بارل اون ذا تيبل، السنتر مالتي
in the zygomatic bone, in the zygomatic bone, in the zygomatic bone. The tube راح يكون direct on the center, don't moving during exposure. إذا صارت عندي هنا أنا. إذا إيش راح أسوي هنا أنا؟ أكو عندي الصورة مالت lateral, مالت skull, مالت skull, العفو مالت lateral, السنتر مالتي هنا أنا. أميت بوينت لا راح أقول عليها on the zygomatic bone P-O E pony. خلي نقطة. إذا in the zygomatic bony. هسه صار سنتر مالتي على الزايغوماتيك. من قاعد أصور إحنا تذكرون من قلنا أريد أصور الفيشال بون، أريد أصور الأنسجة الرخوة، أو إذا كنت أريد أصور ال إذا كنت أتصور البون أو أصور السوفت تيشيو، من أصور البون أخلي علامة أو أخلي ملاحظة بالأخير فيشال بون with high penetration، يعني راح يكون بيها اختراق هواية اللي راح يكون بيها الكيف أند ماس هاي، إذا راح يكون الكيف والماس عالي. الثاني إذا كنت أريد أصور السوفت تيشيو لو بنتريشن قليل الاختراق، يعني معناتها لو كي في اند ماس، لو كي في اند ماس. هسه لو جينا على هذه الصور مالتنا لو بوعناها، هذه الصور اللي قلنا أول صورة هي طبعا أوكسيبيتو أوكسيبيتو منتال اوكسيبيتو منتال. ما دام انا قاعد اصور للفيشال بون او للوجه، فايش راح يكون؟ راح يكون اول وحده هورزنتالي، يعني يكون الميلان مالتنا صفر بيربديكولار. الصوره الثانيه 10 ديجري مثل ما قلنا 10، الثالثه 25 والرابعه 30. فراح تظهر عندي الصور، اول تكون عندي الصور هذا اللي يكون الشكل مالته مون مون. لو باوعنا على هذه الصورة ترى همين عبالك ما حلوة، هاي طالع منها هاي طالع منها، اذا تكون كمون. الثانية 10 ديجري راح تختلف، راح تختلف لان قاعد اصور البون مثلا. الثالثة هذه 25، الرابعة طلعت عندي 35، احنا قلنا عليها 35 مو 30، 35. أنا ليش خليتها كلمة خمسة؟ حتى لا يصير بي عندنا بي حتى تصير خمسة بخمسة. هسا إلى حد هنا خلصت الفحوصات مالت الساينس، فحوصات اللي ناخذها للجيوب الأنفية. يا الله شكراً.